رضوان واللي بنتكلم معاها النهارده عن روايتها هانيا وازواجها الثمانيه. انا هانيا دي يعني انا مبهوره بهانيا الحقيقه. خلينا نتكلم عن لقب انت ذكرتيه في روايتك وهو فاتك القطر او هيفوتك القطر. ايه رايك في اللقب ده بشكل عام وطرحتيه على القراء ازاي في الروايه بتاعتك؟ بصي انا يعني انا اعتقد ان هو تسميه ان اي حد فاته القطر تسمية فيها 50% من الواقع، لأن ممكن يكون فاتوا القطر أو داسوا القطر مثلا يعني أو اللي داسهم كتير بالظبط. فهي دي الفكرة، إنه كل الناس بتبقى معتقدة إن المحطات واحدة. لا، في ناس حياتها بتبتدي في مراحل غير بعض. مش كل الناس زرار الصفر عندهم واحد. ففي ناس بتخش في العلاقات الصح وهي كبيرة، أو بتخش في العلاقات وهي صغيرة. مش معنى اللي سبق انه هيوصل الاول، ولا معنى اللي اتاخر انه مش هيوصل. صحيح. فمبدا دسك القطر او فاتك القطر او اللقب ده او التسميه دي او المصطلح ده بشكل عام، ده مصطلح مش دقيق. وبعدين مصطلح انت بتقيس منين؟ بتقيس ايه من بدايه العمر؟ طب ما في ناس بتتولد وتعيش وما بتعملش اي حاجه. صحيح. وفي ناس في النصف الثاني من عمرها او قرابه ما هتمشي بتعمل حاجات كتير.